والله اختي ما كاين ما احسن من الفريد المغرب. عرفتوا شنو داروا ليا؟ القليه اللي كنقليها ما كنجي ندخل لداخل اختي نجبد شويه حتى كنلقاهم اختي خواو ليا الطبسيط، قشرت البطاطا في النوب الاولى والنوب الثانيه والنوب الثالثه. اليوم اختي غديو تناشوف جد متواضع الدراري، والله ما بغاو حاجه من كثره ماكله الزنقه ما طلعت ليهم في الراس. ولو قال لك ماما ديري لنا غير الفريت وديري لنا شلاضه تكون معها الفلفله ومطيشه والخيار والبصله، المهم خلطينا وجوطينا هذا الشيء هذا كامل. داكشي اختي اللي درت ليهم، ما يمكنش اختي ما تجيش من المغرب اختي. اختي وقيله انا ندي معايا شي خنشه ديال البطاطا ولا اختي الخضره كي دايره. بلادنا شي الله يعز بلادنا، قسما بالله بلادنا خاصها غير شويه ديال النظام وخاصها شويه ديال الطب والناس هكا كيخدموا وتولي احسن بلاد في العالم. اقسم بالله تتولي احسن من اوروبا. عندك يا بنتي، انت شوفي لي اختي وسمحي لي، سمحي لي يا اختي الا شهيتك. معليش صافي لك كويده. انت شوفي لي اختي الفريد المغرب هذا راه طبسل ديجا مشى، هذا راه قلت لك التقشيره البطاطا الثالثه وشليضه هانتوما قديتها وخشي هذا قديتها وخشيتها درتها اختي تبرد، درتها تبرد صافي ناكلو غير شليضه والفريد. هانتي اختي كاش اختي كنتفخم عليك ولا شي حاجه؟ كنعرف اختي داك المنافقه حتى هو اللي جات للمغرب ماكلات. اقسم بالله ملي جينا وحنا كناكلو في الزنقه لا فطور ولا غدا ولا عشاء، اقسم بالله راه الناس اللي كنا ناكل عندهم راهم باينين. راه اختي ماشي كلشي كيتصور. ها الله يرحم ليك الوالدين. ها انت الدلاع، العنب، العنب الابيض والعنب الكحل. اختي هنايا قرينيطات يا بنتي كرموس. ملي جيت اختي وانا زاهيه على هادشي هذا غديسير قسما بالله. انا بعد داك في الليل ما بقاش عندي مع العشاء بتاتا، كنضرب الديسير وخصكم كتجبد عليها الحكاك ديال رايبي هكا. عرفتي شحال هنايا كانوا ضرايبي والموناضه هاواي وبومز. اختي ماشي كان سمحي لي ماشي غنشرب اختي واحد الشريبه مستوي على عالي. ماشي اختي كان الشلايضه ديالي هكا كات كرده الزينات ديالي ها هي اختي. ماشي كنفكر شي حاجه ماكله الزنقه طلعت ليا هنا وخرجات ليا هنا بقيت كنحملها قسما بالله. البيتزا دار حراك شو الطواجن صافي وقفات هنا. شنو موحشه موحشه دابا ماكله الدار اقسم بالله. ماكرهتش دابا كراس الناس باش يطواجن الدجاج ولكن اختي ما عنديش الوقت. قلت لك راه ما غاديش نكون نتلاقاو في العشيه اختي عند الحاج البقالي ان شاء الله ودوزي بخير. البنات واش عقلتوا على هذا السيد هذا اللي كنت صوبت عنده العود، العود ديال الصالون ديالي اللي وصلني حتى لفرنسا. هنا كاين في القريه اقسم بالله العلي العظيم احسن واحد العود ديالو ما تنفخ ما تفرقع ما حتى شي حاجه. نتوما عارفين المتتبعات ديالي يعني كنعطيكم داك الشيء اللي كاين. دابا جيت هنا باش غادي نعاود صالون واحد اخر ان شاء الله وجيت هنايا عند با الحاج انا نوريكم الحاج عمر اللي باغا سمعوا اقسم بالله شهاده الحق وهو معايا المزابي. اللي بغات تصاوب صالون ولا اللي بغات العود العود الفري ماشي الناس اللي ضحكوا عليكم عليكم عند با الحاج. ها هو با الحاج اجي وها هو وها هو ولده انا وريتهم هما. هذا هو السيد اللي صوبنا عنده الصالون ديال العام اللي فات ودابا حتى جينا صالون اخر بحكم داكشي اللي وصلنا من عنده الله يجازيه بخير. كنقولها شهاده حق شهاده لله ما يسمعش ليا كذبت عليه بلا حاجه. انت با الحاج واش مخلصين ولا ما مخلصينش؟ خلصنا الصالون ولا لا؟ والله الا خلصوني بالله زادوني هو قاعد مقاعد وداكشي اللي هو خلصوه هما الحمد لله. خف لي خلقه هنا ما تكذبوش. الحمد لله حنا وصلتنا الصالون ديالنا وصلنا نقي وصلنا لومبالاج هو هذاك الخدمه يعني كيف ما طلبش منهم. هذا هو الصالون انا اللي درت الخدمه كيف ما طلبناها كيف ما وصلت لينا والحمد لله. الصالون العود ما ملي كيتنفخ ما ملي كيتفرقع ما حتى شي حاجه. علاش انا بارطاجيت معكم با الحاج عمر وولده باش اللي بغات تجي تصاوب صالونها سواء كنتي في اوروبا فين ما كنتي في المغرب في كازا القريعه حنا هما الضامن. وقعت لي شي حاجه مشي للبريفي كتب لي انا ضامن. حنا الضامنين اكثر من هكا با الحاج. الضامن الحمد لله عندي انا. شوف هنا رجعنا كاع نصوموا صالون اخر. علاش؟ اللي يقول كون وقع المشكل ولا كاين شي حاجه والله ما نرجع عنده بالله. والله شاهد اللي وقعت شي حاجه للصالون
الحمد لله ها النجار ودوها هو با الحاج هما كتشوفوهم عندك وتعيطوا انا نخلي لكم الرقم التليفون عطيني با الحاج كارت فيزيت شوفوا عندك شي واحد يقول لكم انا راه الحاج عمر ولا راه كتوقع هنايا الا ما لقيتوش هاد جوج الناس هادو في هاد المحل هذا ما تجيوش بالنسبه بالنسبة النمرة ديال التليفون ديال با الحاج عمر انا كنأكد لكم انا كنبارطاجي معاكم الحاجة اللي صدقات ليا والحاجة اللي وصلتني وشفتها بعيني اقسم بالله العلي العظيم النمرة التليفون ديال با الحاج وغادي نخليها لكم في الاشتاقات هي 06 60 51 68 68 06 60 51 68 68 اقسم بالله اخوتي ما كولابوغاسيون ما والو انا كنبارطاجي مع الناس ديالي الحاجة كيف ما وصلتني وصالون وصال زوين داكشي اللي طلبتو منو دارو ليا لا بالنسبه للنقش ولا بالنسبه شوفوا غير اجيو عند هاد الناس هادو راه يديروا لكم نفس الخدمه اللي درت وان شاء الله غادي نبارطاجي معكم الصالون الثاني اللي درت وتشوفوا حتى هو العود ديالو اختي رانا واحله رانا حايره بغيت اختي نبدل الصالون ديالي دابا قديت لي هنايا العود دابا جيت هنايا كنشوف الطلنطات وهاد المره هادي غادي ناخذ بلوشوا ديالكم قلت لي كوثر ديري الاحمر الصالون الصغير ديري الاحمر ديري الاحمر جيت اختي دابا الصالون نفرج على الذوق ديالكم ان شاء الله غادي ندير فيه الاحمر والباج صراحه جيت هنايا في القيصريه ديال الحي المحمدي في قيصريه فم الحسن عند واحد السيد صراحه انا عتوه ليا قال لي كوثر سيري عندك السيد راه غادي يدير لك خدمه متقونه والاثمنه الصراحه جد مناسبه جيت عند حسن حسن راه معروف راه انفاس القرض الفلاحي انا غادي نصور لكم هنايا وتحت في الاشتراكات غادي نخلي لكم رقم التليفون راه كتعرفوني الزينات ديالي ملي غادي نفرشوا وغادي نحطوا غادي يبان لكم حيت داكشي صراحه عنده واع شوفي ليا بعداك هاد الصالونات المخيطين شوفوهم ليا ما شاء الله شوفي ليا الخدمه بعداك كي دايره بالنسبه راه كيدير لا لي بريزون اوروبا كامله في المغرب واوروبا الزينه ديالي عنده بزاف ديال الشكيلات وبزاف ديال الموديلات وراني وحلت راني وحلت بالنسبه راه عنده تالي ستور اللي كتقلب نوريكم البنات واحد الموديلات ديال لي ستور خطيرين خطيرين ما عرفت فين داير هاهم شوفي ليا هنايا لي ستور الزينه ديالي فنين شوفي ليا هذا هو الحصيره اللي كتعزلو ومن بعد هذا راه باين هاد الصمطه هذه وريو هاد الصمطه هادي راه كتكون باينه مي الحصيره تشوفي ليها شوفي ليه ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن المهم صافي دفعت هنايا الطليمطات ما غاديش نوريهم لكم تي خيطهم ليا غادي خيطهم ليا من هنا 10 بالنسبه غادي خيطهم ليا من هنا 10 ايام ان شاء الله وغادي تشوفوهم كي داير بغيت نوريك اختي الموديلات انا نضرب بك دوره شوفي لي اختي الموديلات ما شاء الله نوريك حتى المطلسي اللي عنده اللي صوبت لصالوني شوفي لي هذا الموديل وشوفي ليا هاد الموديل هادو كاملين خارجين جداد الزينات ديالي وكاين هذا اللي صوبت انا في داري ديال الماتلاسي اللي عندي في الصالون الكبير ها هو انا نوريه لكم كاين هاد الموديل وكاين هذا اللي صوبت انا هذا راه خو مصوب غير انا دخلت عليه داك الفيغ راك تقدو تدخلو عليه اللي بغات الصالون بحال ديالي راه تجي تكومانديه من هنايا وكاين هاد الخضر هذا صراحه والاثمنه اللي عجبتني عنده السيد عرفتي دروي تبارك الله والتعامل ديالو تبارك الله راه كلشي كيشكروا ما شاء الله نحطوا هذا هنايا شوفي ليا هذا الصالون خلاص كاينين هاد الموديلات هادو كاملين تبارك الله ها انتم ها هم ها المطلسي الزينات ديالي وكاينه هاد الكرونه هذا كاين هاد الباج هذا هو اللي عندي انا في الصالون وخلاص ملي عرفتي وراني واحد الموديل يا البنات هذا مدخل ليكم فيه النواخ ها هو هذا الماتلاسي في النواخ عرفتي يا البنات اقسم بالله الا خطير خطير عند حسن حسن انفاس قرض الفلاحي انفاس قرض الفلاحي في الحي المحمدي القيصريه فم الحسن انا غادي نخلي لكم الرقم التليفون لتحت اتصلوا به كيصيفط لكم لوكاليزاسيون ما يمكنش اختي ما نجيش لدرب سلطان وما ناكلش اختي هذا الساندويتش هذا راه كيحمق عرفتي دابا منين جايه لي من الحي المحمدي هي فيها المزابيه الله تبارك قلت له والو من هذا الساندويتش يا ربي الحبيب نقلع مشيت خديته من درب سلطان راه معروفين تما المهم ساندويتشات زوان انا كنعمر فيهم الحار كيكون فيهم الطيحان مع الصوصيص المهم اختي مخلط يعلم الله اختي شنو فيه ولكن شنقول لك بنين 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 الزينات ديالي بغيت نقول لكم ما تنساوش ما تنساوش النهار الناس ديال القنيطره والناس ديال المهديه والناس اختي اللي ساكنين قرب القنيطره مرحبا بكم عندنا ان شاء الله
غادي نكون حاضره معاكم مع صقلية اكسبو، يعني اكبر معارض من تنظيم صقلية اكسبو. غادي يكونوا في قنيطره ان شاء الله في اسواق السلام، غادي يكونوا نهار 25 26 27 28. مي انا غادي نكون معاكم الافتتاح ان شاء الله، غادي نكون معاكم الخميس والجمعه، مي هما غادي يكونوا الخميس والجمعه والسبت والحد. انا نحضر معاكم الخميس والجمعه. بغيت نقول لكم الزينات ديالي مرحبا بكم عندي، كنتمنى يكون حضور كبير، كنتمنى نشوفكم، كنتمنى اختي نعنقكم ونسلم عليكم. كما قلت لكم الناس قنيطره ونواحي ديال قنيطره، تبارك الله غادي يكون معرض كبير، غادي يكون اكثر من عارض وعارضه، منتوجات طبيعيه، مهم اي حاجه كتقلبي عليها، بيجامات، شلال، بقفاطن، شيلان، زيوت، املو، ارغان، تبارك الله كل شيء.